ما هو صارف التحريم؟ نعم. يقول ما هو الصارف عن التحريم في أحاديث النهي عن صيام الجمعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوما قبلها ويوما بعدها، هذا دليل على أن النهي للكراهة ليس للتحريم، حيث أباح صيامه مع غيره، ولو كان صومه محرما لم يجعل صوم يوم قبله أو يوم بعده مبيحا له. نعم، صوم يوم العيد ما قال صم يوم قبله أو يوم بعده، بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ما قال صم يوم قبله أو يوم بعده، هذا نهي للتحريم. أما لما قال صوم يوم قبله أو يوم بعده هذا دليل على أنه للكراهة. نعم.